حماس ستدير الشأن الفلسطيني بناء على البرنامج الذي تقدم به. كان يجب على العالم الديمقراطي، الولايات المتحدة وأوروبا أن تنتظر ثم تحاور حماس على برنامجها لتبدي وجهات نظرها في القضايا المختلفة. كان يجب على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حينما يطالب حماس بنزع سلاحها أن يطالب إسرائيل بالانسحاب من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس حسب الشرعية الدولية التي يتحدثون عنها. حينما طالبوا حماس بالاعتراف بإسرائيل كان يجب عليهم أن يتحدثوا عن اعتراف العالم الغربي، الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل بحماس قبل أن يطالبوا حماس بالاعتراف بالطرف الآخر. كلياتنا أمة واحدة وما في فرق بين فتح وبين حماس، إن شاء الله بتتحقق أمنياتنا وبتتحرر فلسطين وبنرجع كلياتنا على فلسطين. أنا كابن حركة فتح في مخيم اليرموك أبارك لحركة المقاومة الإسلامية بهذا الفوز، ولكنني أقول أن هذا الانتصار ناقص، لأنه هناك لاجئين دون مشاركة اللاجئين، هناك 4.5 مليون خارج فلسطين لم يشاركوا، وهؤلاء إن شاركوا يقلبوا الموازين. وأنا كلاجئ أطالب بأن لا ينسوا حق العودة وأن تبقى الخيار العسكري هو الحل الوحيد لدينا. الخطوة التالية المطلوبة الآن وبشكل عاجل أن نقف بشكل جدي أمام موضوع منظمة التحرير الفلسطينية التي تم شلها وتجميدها خلال السنوات الماضية. مطلوب أن نعيد الاعتبار لمنظمة التحرير ونعيد بناء مؤسساتها على أسس ديمقراطية ومشاركة كافة القوى الوطنية والإسلامية ضمن إطارها، كما انتخبنا أعضاء المجلس التشريعي في الداخل الذين هم جزء من المجلس الوطني الفلسطيني البرلمان. علينا أن نستكمل هذه العملية بانتخاب أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في الشتات.